وعندي فكرة تجنن للحلقة اللي جاية، هتعجب حضرتك قوي. يا بكاشة صدقيني. ايه ده؟ ضياء؟ أنت جيت إمتى؟ طيب، روحي أنت دلوقتي يا منى. تمام، بعد إذنكم. إزيك يا ضياء؟ طيب، مش كنت تقولي إن أنت جاي؟ كنت عملت لك فقرة النهاردة في الحلقة؟ مكالمة تليفون تجيبك كده على ملا وشك؟ كويس إنك ما تعرفيش إن أنا جاي، عشان ما ظنش الحلقة بتاعتك ناقصة عك. عك؟ لو سمحت يا ضياء، ما تتكلمش معايا بالأسلوب ده تاني. فهميني يا أستاذة، إيه التصرف العبقري اللي أنت تصرفتيه ده؟ كنت عايزني أعمل إيه يعني؟ أقف أتفرج كده والموضوع كل يوم عمال يكبر؟ ده أنا بقيت خايفة كل يوم حد يقول لي ما تطلعيش الهوا. وكمان بقى اللي زود الطينة بلة، الصفحة اللي على النت اللي كل يوم بتجيب معلومات عن الولاد، وشوية شوية وهتلاقي أسامينا إحنا كمان بتتجاب. أسامينا جت خلاص يا هاني. التصرف اللي انت تصرفتيه بتثبتي التهم علينا. انا مش فاهم ازاي مذيعه مثقفه ولها خبرتك تتصرف بالسذاجه دي. تاني يا ضياء، انت مصر انك تغلط. اوكي، بص، انا بجد فيا اللي مكفيني. انا كمان ممكن اغلط واقول كلام مش محسوب. على فكره احنا مش على الهوا دلوقتي، عشان تخش معايا في حوار ملوش معنى تنزليه على اليوتيوب تلم عليه مشاهدات. انت عملت مصيبه من غير ما ترجعي لي. عادي، انا ممكن اسيبك تشيل مصيبتك واخر عالم الموضوع لو عايز، وانت عارف ان انا اقدر على كده. انت بتهددني يا ضياء؟ طبعا بهددك يا ليلى نصار، عشان تعرفي حجم المصيبه اللي انت عملتيها. سيبك بقى من لعب العيال بتاعك ده، انت عارفه انا ما بسيبش حاجه للظروف، وعارفة أنا مين اللي ورايا وأنا ممكن أعمل إيه. يعني إيه بقى؟ يعني البنت دي لو جرى لها حاجة أو اتمست أو هربت أو ماتت، أنا هخرج أنا وابني من الموضوع. أنا جاي أعرض عليك المساعدة لآخر مرة، وبحذرك تتصرفي في موضوع البنت ده على كيفك، أو تتصرفي في أي حاجة تخصني من غير ما ترجعي لي. استشيريني يا ليلى، إحنا مش أصحاب ولا إيه؟ لا، أصحاب قوي يا ضياء. أوكي، اتفضل قول، أنا سامعاك. البيت دي لازم تروح. تروح؟ طيب، وبعد ما تروح؟ لا، قبل ما تروح لازم نشوف نعالج اللي حصل ده إزاي، ونشوف إزاي نراضي البيت دي